دونك كما شفتوا بكل مصداقيه درت قدامكم السحب وربحت هذه البنيه اللي راكم تشوفوا فيها هي وماماها وخوها راحوا للعمره في 24 فيفري هذا اللي فات. دوك حاليا كيما راني نهضر معاكم راهم في البقاع المقدسه يجوزوا 15 يوم. اي نعمه نتوما تاني راح تجوزوا 15 يوم في البقاع المقدسه. تخيروا نتوما مع من راكم رايحين تروحوا، فباش تربحوا هذه الحاجه اللي ما كانش اغلى منها في هذه الدنيا، حتى ولو كان تربحوا ما تقدروش تروحوا تديوهم مبلغ مالي من قيمه العمره هكذا باش تبداو بهم مشروع تكونوا روحتكم وانتم في المستقبل تروحوا عمرات وعمرات يعني كيما تحبوا نتوما. فما عليكم الا انكم تشاركوا بليكم تقالي عندكم في الدار باش تضاعفوا يعني فرصه الربح. طاقيو ثلاثة لازم لي كومونتير كاع تكونوا مطاقين فيهم ثلاثة. كثروا التعليقات وبارطاجيو لا فيديو عندكم في ستوري وحظ موفق للجميع. هذه هي.